أنا جيجي من عكا، صاحبة مديرة سبا بيركس، علاجات للكلاب، قص، اهتمام، رعاية وتجميل، كل ما يخص الكلاب. تشمل علاجات أولية، تشمل ماسك، علاج للشعر، للجلد، قص، تنظيف، قص أظافر، تنظيف أذن، في مسليات للكلاب، في حتى الكلب إذا بيكون مثلا عنده حركة زايدة، في أطعمة خاصة. كثير إشي حلو وكثير إشي كمان مطلوب عنا. كمان الناس ما عندهاش هذا الوعي إنه الكلاب بدها رعاية، خصوصا في فروتها وفي جلدها وفي كمان أشياء اللي هي خلينا نقول جمالية، فهذا إشي كثير حلو وكثير بيرفع الراس إنه في صبية قررت تعمل هذا الشغل، هذا إشي كثير حلو.